تم البدء مباشرة بعد إعلان حالة وباء مرض كوفيد-19 بتجهيز مناطق في المستشفى، إنشاء منطقة للطوارئ لمرضى الأمراض التنفسية لحد من حركتهم داخل المستشفى، حفاظا أولا على الطاقم الطبي والمرضى الآخرين من انتقال العدوى لهم. فتم في خلال 14 يوم تطوير منطقة بمساحة إجمالية حوالي 1400 متر مربع، تشمل مناطق فرز أولي في السيارة، 3 مسارات للسيارات، منطقة الفرز للأمراض التنفسية شاملة 7 سرة معزولة تشمل غرفتين سالبة الضغط مع جميع التجهيزات والأجهزة الطبية والأنظمة التكييف مطابقة للمعايير المحلية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك تم رفع الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة في المستشفى بنسبة 200% من تجهيز الأماكن وتوفير الأجهزة الخاصة فيها. نعم سيد ياسر، نتحدث هنا عن يعني الإنجاز في خلال 14 يوما، يعني ماذا عن الكوادر اليد التي أيضا قامت بهذه الإنجازات في خلال هذه المدة؟ الحمد لله 70% تقريبا من الأعمال اللي قاموا فيها منسوبي الإدارة الهندسية في مستشفى قوى الأمن، ونسبة منهم جميع المهندسين مهندسين من سعوديين من الكفاءات المدربة على تصميم وإدارة هندسة المستشفيات. الحمد لله كان تحدي كبير لتطوير مناطق وتوفير قطع غيار ومواد وأجهزة في الفترة القصيرة هذه، لكن دعم حكومة دولة خادم الحرمين الشريفين وإدارة مستشفى قوى الأمن سهلت علينا أشياء كثيرة في الموضوع. سيد ياسر، سؤالي الأخير لك، يعني في ظل هذه الظروف يعني وما تقومون أيضا به من دور كبير في مستشفى قوى الأمن في الرياض تحديدا، يعني بكل تأكيد وضعتم خطط زمنية وخطط قادمة ومستقبلية تحسبا لأي مرحلة قادمة. بالتأكيد خطط رفع الكفاءة ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من مباني وأجهزة طبية نعمل عليها بالتعاون مع الجهات الأخرى، وإن شاء الله أنه ما حنوصل للاحتياج والتوسع بطاقة أكبر من كذا مع التزام الناس بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في البيوت والالتزام بالعزل المنزلي. إن شاء الله ما راح نحتاج أنه نطلع بالطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من كذا.